السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم الشعب ينتظر. حلقة هذا اليوم تحمل عنوان مواقف بناء على مواقف مرت خلال الأسبوع المنصرم منذ الحلقة الماضية، وربما كان الموضوع خلالها بعد إعلان السيد عمار الحكيم عن انشقاقه وتشكيل تيار جديد يحمل اسم تيار الحكمة، ومن ثم تلته مواقف أخرى أيضا لسياسيين اعتبرها البعض أيضا انشقاقات، مخالفات للرأي، خروج عن إجماع سياسي، وربما خروج عن إجماع شعبي. أوصاف كثيرة سنناقشها هذا اليوم مع ضيفي في الاستوديو، كل من الدكتور مصطفى العاني القيادي في المشروع العربي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالدكتور عادل القيسي رئيس اتحاد الصحفيين. أهلا وسهلا بك سعد أنس. طبعا نبدأ ونقول مفاجآت على مستوى الزيارات والانشقاقات والإعلانات الجديدة والتحالفات، وربما نشهد المزيد، لكن الأبرز ربما كان أيضا على مستوى التصريحات. رؤية عامة للأسبوع المنصرم دكتور مصطفى، تفضل. بداية تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة سامراء الفضائية، حياكم الله. لا شك أن يعني هذا الأسبوع أو الأيام الماضية وكذلك نتوقع الأيام المقبلة سوف يعني تكون مليئة بالمفاجآت وتغير في السياسات والتعاطي مع الواقع السياسي الجديد. يعني كل هذا يعني شهدناه وراقبناه جيدا، أبرزها كان يعني ما قام به الزعيم السابق للمجلس الأعلى الإسلامي سماحة السيد عمار الحكيم بالإعلان عن تيار الحكمة الوطني الذي يعني ضم نخبة من الشباب والكفاءات وغيرهم حاملا معه الإرث السياسي إذا صح التعبير طيلة هذه المدة منذ أكثر من عقد من الزمن. إرثه الشخصي. نعم يعني إرث سياسي يعني لآل الحكيم، وإذا أمعنا النظر نجد أن يعني حتى الاسم مستوحى، يعني ربما هناك صلة بين يعني تيار الحكمة والحكيم وهذا التناغم، فلذلك أنا قلت هذا الإرث السياسي. هذه أحداث مهمة، وأنا بتقدير الشخصي هو الاستعداد للمرحلة القادمة أو الخارطة السياسية القادمة. يعني المجلس الأعلى الإسلامي يعني طيلة هذه السنوات كان يعني لديه نشاط مميز وحضور في المشهد السياسي، حضور قوي في المشهد السياسي. ايضا كان يكتنف هذه الصوره يعني كما يصفه بعض المحللون استبعاد للقيادات المخضرمه الموجوده من قيادات المجلس متمثله بسيد جلال الدين الصغير وسيد همام حمودي وغيرهم من الرموز والقيادات البارزه في المجلس. هذا يعني كان أبرز الأحداث. أيضا من الأحداث البارزة نعم يعني زيارة السيد مقتدى إلى المملكة العربية السعودية بناء على دعوة وجهت له يعني من المملكة. هاي نناقشها كلها، لكن بعد فاصل المشاهدين ثم نعود وإياكم. عدنا وياكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة التي تحمل عنوان مواقف. بدأ دكتور مصطفى العاني من انشقاق السيد عمار الحكيم وتأسيسه لتيار الحكمة، واعتبر
أنه الحدث الأبرز. ونردف ونقول دكتور مصطفى، البعض يقول أن هذه الانشقاقات التي تحصل الآن وفي كل الكتل السياسية ما هي إلا يعني إعادة لملمت البيوتات بطريقة أخرى، بطريقة التفريق وتورية الاسم القديم الذي كان معتادا والذي وصم غالبا بالفشل السياسي، من أجل العودة من جديد بشكل جديد وبهيئة جديدة. ما رأيك؟ يعني سوف أتناول الموضوع من زاويتين. أولهما يعني يجب أن ندرك بأن هناك يعني خلافات قد طفت على السطح بين مكونات التحالف الوطني، مضى عليها يعني أو يعني صار لها مدة من الزمن. ربما هذا الانشقاق هو البلورة لهذه، يعني إحدى صور هذا الخلاف الذي موجود بين مكونات التحالف الوطني وبين الكتل المنضوية تحت هذا التحالف. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني تشكيل هذا التيار وتبنيه للمنطق المدني، يعني وينادي بالمدنية والدولة المدنية، يعني خليني أعبر عنه أن متنازلا، يعني إذا يعني صح الاستعارة، متنازلا عن يعني ال 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 الأيديولوجية الإسلامية اللي كانت معروفة يعني عن يعني رموز يعني هذا التيار وقادة هذا التيار. هذا بحد ذاته يعني ربما يعني يمكن أن يوضع يعني تحت شعار المناورة السياسية من أجل المرحلة القادمة. جميل، متنازلا دكتور عادل، خل أستير هذا الوصف من دكتور مصطفى وأبدأ منه. فعلا متنازلا لو هو بالحقيقة إعادة تشكيل. اعتقد الجميع أن خروج الحكيم من المجلس الأعلى وتشكيل تيار حكمة الذي أعلن الظاهر للناس جميعا أنه تيار مدني ويقوده بنفسه بعد أن انشق عن همام حمودي ومحمد تقي وصولاق الذي يقلدون المرجعية بالنجف، الظاهر اكو خلافات يعني كما طرحه، ولكن يعني حتى إيران تدخلت، طهران تدخلت في تقارب وجهات النظر بينهم لكنها عجزت. التيار الحكمة ظاهر للناس تيار مدني ولكن أعتقد أنه باطنه إسلامي، فهاي طريقة للف والدوران على 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 الشعب العراقي بطريقة جديدة. والدليل تصريح النائب والعضو التيار الحكمة بليق أبو كلل عندما سئل هل سوف تتخلون عن إيران، قال إيران هي عمقنا استراتيجي. إذن كيف سيكون تيار مدني وعمق استراتيجي إيران؟ أنا من وجهة نظري هذا ليس انشقاق وإنما عملية تدوير بطريقة جديدة، وليست هي صحوة الضمير، إنما كونوا على ثقة باختصار هي نوع من الدعاية بحدوث انشقاقات وتشكيل تكتلات هي من باب الدعاية والفبركة الإعلامية المدروسة من خلال الأحزاب نفسها وبدعم نفس تلك الدول التي كانت تدعمها سابقا. هذا من وجهة نظري يعني. أعتقد من الغباء الحالي أن يكون التصديق بهؤلاء بعد 14 سنة حكموا العراق ووضحت الكثير للناس، ولكن هناك بعض الناس لا زالوا يهرولون خلفهم. وأرى هؤلاء وأعتقد جازم أن العبد لا يمكن أن يكون سيدا، أن العبد لا يكون سيدا، لأن ال 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 التبعية والمذلة سوف تبقى تلاحقهم. العبد لمن؟ عبد لأجندات خارجية فرضت الوجوه على الساحة العراقية. فلكن إيماني بالله أولا وبالناس الخيرين أن السفينة سوف ترسي وسوف يصحى الشعب العراقي ويكون واقفا لهم. تتكلم وأنت تضع في بالك خطاب جماهيري، وخطاب جماهيري لا يعنى ربما به لنقل يعني أبناء جلدتك، على اعتبار أن السيد الحكيم
هو رجل قاعدته الجماهيرية ربما في الغالب بالمكون. أنا أتكلم كعراقي. نعم. لا أتكلم كطائفة، أتكلم كسني أو كشيعي، أتكلم بعراقية. أنا أتكلم أخوتي وأهلنا في الجنوب وضحت لهم الفكرة منذ 14 عام. الكل تيقن وأصبح على يقين وعلى ثقة أن التيارات الإسلامية لا تخدمنا ولا تخدم الشعب العراقي، وهي مجرد تنفيذ أجندات، ولم نرى منها سوى الفساد. لكن السيد الحكيم يعني على رغم تجربته السياسية اللي ذكر الدكتور مصطفى قبل قليل أنه هي ربما تمتد إلى أكثر من عقد، يعتبر أيضا إلى الآن من القيادات الشابة ويحظى بمقبولية أيضا، بالتالي نحن لا نستطيع اليوم أن ننسف كل هذه الجهود إذا ما أراد أن يخرج من دائرة ما. هو أراد أن يوضح للآخرين أنه انشق عن المجلس الأعلى الإسلامي وشكل تيار مدني. كأنك تتهمه بالاتفاق وأن هنالك اتفاقا باطنيا بينه وبين قادة. هذا لتكون يعني لتعلم الناس كلها أن الذي يحدث الآن من انشقاقات وتكتلات وخلافات هدفها اللف على الناس من جهة، لأن الانتخابات أصبحت غريبة، فأوراقهم أصبحت محروقة ولم تعد لهم مقبولية عند الشعب العراقي، وألاعبهم بانت واكتشفت كل مخططاتهم. لهذا أرادوا من هذا الباب أن ينزعوا العباءة الإسلامية ويلبسوا الثوب المدني والتيار المدني. طيب. فالشعب العراقي أصبح واعي وأصبح مدرك أن هذا الشيء خلال 14 سنة الماضية التي عبرت وشفنا منها الويلات والدمار، وأرجعت العراق 50 عاما أو قل 100 عاما إلى الخلف، لم يعد تطلع عليها هاي الألاعيب. وسأرجع إلى الدكتور مصطفى. دكتور مصطفى، كلام الدكتور عادل مغاير تماما لوجهة نظر حضرتك. يعني أنا أتفق في بعض ما قال، أنه اليوم الشارع العراقي يعني يعتبر الإسلاميين يعني بشقيهم الشيعي والسني هم سبب في التدهور السياسي والأمني والاقتصادي للبلد، وتأخر العراق عن ركب الدول التي يعني سارت في مضمار الديمقراطية. أيضا هناك مسألة مهمة احنا يجب أن يعني نجعلها حاضرة في تحليلاتنا، أن هناك يعني توجه دولي يعني من القوى الدولية أو يعني وبالتحديد الولايات المتحدة، هناك صراع يعني أمريكي إيراني هذا المعلن والذي نراه. فبالتالي اليوم يعني الإدارة الأمريكية الجديدة يعني غيرت من استراتيجياتها في التعامل مع إيران، وبالتالي هذا سوف يلقي بظلاله على يعني حتى الأذرع الموجودة لإيران في المنطقة. لكن حتى أمريكا اليوم تخطب ود التيارات الإسلامية الموجودة في العراق، وإذا ما أردنا أن نتكلم وبصراحة فيجب أن نعطي أيضا توصيفا لزيارة السيد مقتدى الصدر للسعودية، وكان في استقباله ثامر السبهان، وأنتم تعرفون من هو ثامر السبهان. نعم. وأنتم تعرفون ماذا كان في العراق. نعم. وأنتم تعرفون ما الذي جرى للسبهان وكيف هدد ومن هدده. هاي الإضافة يعني أولا زيارة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى المملكة كانت بناء على دعوة رسمية وجهت له حسب ما يعني سمعنا. أكد هذا الأمر حتى خصوم السيد مقتدى. نعم. السيد مقتدى يعني هناك يعني يجب أن نفرق بين التيار الصدري وبين يعني ممثله السياسي يعني في البرلمان ككتلة الأحرار. نعم. التيار الصدري يعني قاعدة شعبية واسعة عريضة مؤثرة في الشارع، لها زعيم روحي. ورأينا يعني بكلمة واحدة ماذا يعني كيف دخلوا إلى المنطقة الخضراء ودخلوا البرلمان ووصلوا إلى مجلس الوزراء ولا غير ذلك. يعني السيد مقتدى الصدر قادر على تحريك الشارع، هذا باختصار شديد. فبالتالي هو إضافة إلى الميزة الأخرى أنه يعني السيد مقتدى الصدر رجل يعني
من أصول عربية، وما وصفه يعني السعوديون اليوم يقولون الفتى القرشي. أعطني دلالات زيارة الفتى القرشي. نعم، هذا حقيقة فيه مجموعة من الرسائل، يعني لأنه السعودية المملكة العربية السعودية منفتحة مع العراق ومهتمة بالشأن العراقي. زيارة السيد مقتدى يعني سبقتها زيارات رسمية لوفود رسمية، وكانت زيارة السيد العبادي من قبلها، وقبل زيارة السيد العبادي كان هناك وفد دبلوماسي وهناك اتفاقيات يعني أيضا تمخضت عن زيارات يعني السيد العبادي، منها الاتفاقية المشتركة، اتفاقية الأمنية السياسية، بعدها زيارة السيد وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى المملكة، وهناك يعني اتفاقيات أمنية وتنسيقات. زيارة السيد مقتدى الصدر هو يعني أنا حسب تحليلي الشخصي هو يعني سوف يفقد إيران يعني موقعا مهمة أو شريحة مهمة كانت تظن أنها يعني قادرة التأثير عليها. بمعنى أنك مع القول يعني الذي ينص على أن هذه الزيارة أكدت عروبية مشروع السيد مقتدى الصدر. نعم، يعني هذا لا شك، وأن يعني هناك يعني اهتمام سعودي باعتبار أن السعودية دولة جارة للعراق، مثلها مثل إيران، مثل تركيا، مثل غيرها من الدول تتأثر بالمناخ السياسي العراقي والمناخ الأمني وإلى غير ذلك. فبالتالي اليوم الرسالة الأقوى تكاد تكون أنه يجب على الشركاء والفرقاء السياسيين العراقيين الانفتاح على بعضهم البعض من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في العراق. طيب دكتور عادل، هنالك أيضا من يرى أن هذه الزيارة تقارب وربما سحب للبساط من تحت أقدام مناهضي وهذا ما أعلنه أحد الكتاب السعوديين في تغريدة على تويتر، قال زيارة السيد مقتدى الصدر دليل على أن على عروبية عودة العراق إلى حاضنة العربية، وضرب مثل للإيرانيين قال أكل الوز حبة حبة وسحب البساط حبة حبة. فكانت هاي التغريدة على تويتر موجودة لأحد الكتاب المعروفين في السعودية. توالت تصريحات على زيارة الزعيم مقتدى الصدر إلى السعودية بناء على دعوة وجهت له من قبل المملكة العربية السعودية. طرحت خلالها التعليقات والردود الإيجابية على زيارة السيد مقتدى وسط تفاؤل غير مسبوق يعني صراحة من خلال هذه الزيارة، حيث يعني أكدت وجه التقارب، وأكدت شان المستشارين والحضور أكدوا على أن الإيجابيات في هذه الزيارة فاقت كل التوقعات. يعني ما أعرف بس لماذا، يعني سأل لماذا مقتدى الصدر بالذات وجهت له الدعوة. السيد مقتدى الصدر أول شيء رجل شيعي معتدل، هناك توافق سياسي بينه وبين العبادي، كذلك هناك دعم له من المرجعية الدينية في الشيعية، كذلك أتت لأعتقد لضرب التيار المتشدد في العراق من خلال توجيهات القسم من اللي شقوا عنه كان تيار متشدد تابع للزعيم مقتدى. طيب تعتقد أنه أيضا زيارة السيد مقتدى الصدر هي تقارب بشكل أو بآخر بين السيد مقتدى الصدر وأمريكا؟ يعني إحنا نعتبر أنه السعودية اليوم أنا حسب ما أنت تسولف ربما لها ريادة في هذا المشروع من بعد زيارة ترامب الأخيرة. نعم، أنا التوقعات قالت أن السيد مقتدى الصدر لو وجهت له دعوة من قبل أمريكا للمفاوضات كان يرفض، فأصبحت اعتقادي يعني وبعض المحللين أصبحت أن السعودية هي الدور الوسيط بين تقارب وجهات النظر، ولكن بالحاضنة الأكبر أو بالدرجة الأساس الأكبر هي عودة السيد مقتدى الصدر الذي له شعبية كبيرة في العراق وقادر على تحريك الشارع العراقي خلال خطاب من شاشة التلفاز خلال دقيقة واحدة، خروج تظاهرات تفوق كل التوقعات. لهذا الزيارة كانت إيجابية وتوقعاتها، والدليل هناك تعاون عسكري من خلال التحالف الرباعي، وتعاون سياسي من خلال زيارة العبادي، وتعاون أمني من خلال مثل ما ذكر الدكتور مصطفى خلال زيارة وزير الداخلية العرجي،
وتعاون اقتصادي من خلال فتح منفذي عرعر وجميمة خلال نهاية الشهر الثامن هذا. طيب طيب حضرتك قلت أنه لماذا مقتدى الصدر ولماذا تم اختيار مقتدى الصدر وتمت دعوته؟ هنالك تصريح استوقفني للنائب حسن سالم رئيس كتلة الصادقون وهي منبثقة عن حركة عصائب أهل الحق، وصف زيارة السيد مقتدى الصدر للسعودية بالبروتوكولية، وأن أمين عام العصائب قيس الخزعلي لم ولن يحضر إذا وجهت له دعوة مماثلة. هذا شرط دلالة؟ ونفس السؤال بيرجع لك دكتور. أعتقد يعني المملكة العربية السعودية أو أمريكا بالذات والدول التحالف اللي شكلت في المملكة العربية السعودية ولن توجه دعوات لشخصيات ترى أنها بسبب أو ما أو بطريقة أو أخرى غير معترف بها أو كانت سبب في تدهور الوضع الأمني في العراق. فالقوات الأمريكية الجانب الأمريكي أو المملكة العربية السعودية تتعامل مع رجال مع أساسة مع رجال دولة تتعامل. دكتور مصطفى، يعني طبعا يعني مع احترامنا للأشخاص والمقامات، أكيد السيد مقتدى الصدر يعني وزنه يعني كزعيم شيعي وله أتباع وقادر على تحريك الشارع وله يعني تمثيل في الحكومة والبرلمان، هذا أدعى يعني بأن يعني توجه له الدعوة وأن يعني يتم التباحث يعني في ملفات مهمة وهي الملف السياسي والملف الأمني. فبالتالي يعني أنا لا أستغرب من هذا التوجيه هذه الدعوة لشخصية مثل السيد مقتدى الصدر. لكن يعني ألا تستغرب مثلا أن يصرح نائب عن كتلة وحين يقول السيد قيس الخزعلي لم ولن يحضر، وكأنه يضع شخصيتين في ميزان بكفتين متساويتين؟ يعني هذه ردود أفعال وآراء شخصية يعني تعود لأصحابها. يعني أنا أتكلم أنه يعني لماذا يعني السيد مقتدى بالذات باعتبار أنه له ثقل في السيد جاسم محمد جعفر عضو ائتلاف دولة القانون أكد أن السعودية تحاول كسب شخصيات شيعية و إبعادها عن المحور الإيراني، هذا ما قال جاسم محمد جعفر. نعم. يعني العضو في ائتلاف دولة القانون، وقال أن السعودية تحاول كسب شخصيات شيعية وتحاول إبعادها عن المحور الإيراني والقطري، وقال أن الرياض قد تغري بعض الشخصيات الشيعية بالأموال. انتهاب مباشر. يعني ذكرت لحضرة أرجع أكد نفس يعني رأيي. لا 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 هنا يختلف مو نفس. يعني لا هنا يختلف مو نفس، لأنه هذا التصريح يعني من أحد أعضاء ائتلاف دولة القانون. أنا ذكرت يعني أنه يعني وصف السيد مقتدى بالفتى القرشي وهناك ترحيب سعودي. مو هذا يرجعني وين؟ يرجعني إلى دكتور إلى دكتور عادل لما قال لماذا مقتدى، كأنه خصص. لكن هنا يقول أنه هذا الموضوع اليوم معروض، أنه اليوم السعودية نعم ستدعو الجميع. تتوقع أنه السعودية فعلا ستدعو الجميع من الشيعة والسنة وغيرهم من المكونات، يعني أم أنها ستنتقي؟ من البديهي والواضح للجميع وبدون مزايدات أو مغالات أن يعني التغول الإيراني في المنطقة واسع جدا، سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو غيرها من دول المنطقة. وبالتالي اليوم السعودية يعني أمام تحديات كبيرة، بالإضافة إلى يعني الإشكاليات التي يعني طرأت على البيت الخليجي مؤخرا. فبالتالي اليوم يعني حسب تقديري أنه يحتم عليها أن يعني تخطو خطوات من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في العراق أو في غيره، حتى يعني يعود ذلك يعني نعم بالمجمل على المنطقة. ما زلت في أجواء ائتلاف دولة القانون دكتور عادل، يعني من المواقف التي برزت في الفترة الأخيرة، الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر وصف المالكي بأنه رجل فاعل ومهم في السياسة العراقية.
هل كنت تتوقع شخصيا مثلا أن يخرج مثل هكذا تصريح من السيد الخنجر؟ اولا دعيني على فكره التصريح غير مجرم، انا لا اتكلم هنا واجرم التصريح، لا انا اتكلم واقول هل كنت تتوقع؟ شخصيا انا يعني من متابعين، ليس من جماعه المشروع العربي اللي زعم خبيث الخنجر، لان انا بالنسبه لي اكره كل التسميات اللي كانت تحاول تفرق. اول بالاخير صار المشروع العربي في العراق، فبس المتبع لعقل السلطة وللمالكي والعقل الدموي والمسارات انبثاقه وضحى بكل شيء، ضحى بالوطن، ضحى بالشعب، ضحى بالجيش، ضحى بالأرض في سبيل البقاء في هرم السلطة. عقل المالكي عقل رغم أنه أعلن موته يعني منذ سنوات عديدة منذ قتله أبناء الشعب العراقي من التيار العلماني والصدري والتيار الحسني والسني والمسيحي والصابئي، ولكن يظهر بين فترة أخرى على الشاشات الروسية والشاشات الإيرانية في محاولة لكسب ود الآخرين في العودة إلى السلطة. أتصور أنا كوجهة نظر، أتصور أن الشيخ خميس الخنجر اليوم ليس الخنجر سابقا منذ سنوات، لأنه أصبح جزء من المشروع وضمن العملية التسوية وجزء لا يتجزأ من المعارضة. فطبيعي أن تغيير من حدة خطاباته، بالتأكيد كان المالكي يعني ينهج ويتهم بسياسات خاطئة يستخدمها في حكمه. الخنجر أصبح جزء من لملمة البيت السني بعد أن شكل مشروعه الأخير، ذلك في حدة الخطابات والتصريحات الطائفية غير مجدية ولا تجد نفعا في الوقت الحاضر، لا للسنة ولا للشيعة ولا الوضع العراقي ولا الوضع العراقي العام، وخصوصا الوضع العراقي أصفه بالجيد بعد تحرير مدينة الموصل من داعش، والشعب أصبح يعني مؤمن بهذا الشيء. حتى لاحظنا يعني قبل كنا نلاحظ يعني على الاتهامات اللي بين الشعب العراقي، حتى تصل لكرة القدم يعني يلعب العراق والسعودية شيعة وسنة يسمونه ما العراق والسعودية، يعني حتى بزيارة الأخيرة لمقتدى الصدر بهذا الأسبوع، حتى من جنوب العراق من وسط العراق من كل العراق هاشتاكات حلوة ململم عراقيون ومقتدى يمثلني بجميع طوائف العراقية. ولكن تصريح الشيخ حول المالكي فاجأ كل مناصريه، فاجأ كل المقربين من عنده داخل السياحة السياسية. ولكن الشيخ خميس الخنجر قدر اشوف دكتور مصطفى تفاجئ لولا الشيخ خميس كمل وجهه نظرك الشيخ خميس الخنجر بدا بتغيير الوجوه المحيطه به اولا، فهذا دليل على انه استخدم سياسه، والدليل الجالس على شمالي الدكتور مصطفى العاني هو احد الشخصيات اللي جابها الشيخ خميس الخنجر من الوجوه الشابه والوجوه وابعد شخصيات كبيره، يعني كانت تتكلم وتستخدم كلام عنيف ضد الحشد ضد الشيعة ضد وقرب وجهات، فأصبح تغيير في الخارطة السياسية للمشروع العربي السني. إذن خميس الخنجر بحسب باكورة كلامك يمشي في الإطار الصحيح دكتور مصطفى، يعني أنا ما أحكي ما أعلق بعد أكتفي بس أنه شغلت ويا المالكي أيد أسمع وجهة نظرك أنا أيد أسمع وجهة نظرك، يعني قال مفاجأة لا شوف يعني احنا هذا الموضوع حقيقة يعني الكلام يعني حمل على غير الوجه الذي اريد منه. اولا يعني الامين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر لم يمتدح المالكي، الشيخ خميس الخنجر وصف توصيف مثل ما وصف البقية، رجل مهم، نعم الرجل كان رئيس وزراء لدورتين، رجل كان أو هو الآن هو أمين عام لحزب الدعوة حزب عريق في العراق، هو الآن نائب رئيس جمهورية العراق، هذا رجل مهم وليس لو مو مهم. هذا الجزء الأول من التصريح سأأخذك إلى الجزء الثاني، هذا توصيف بس اسمح لي أكمل سأسمح يعني لك الفكرة مالتي. أيضا يعني قال لو عاد به الزمن لما ارتكب الأخطاء، إذن يعني ليست هناك مجاملات وإن هناك أخطاء ارتكبت وهذه يعني لم يقل لو عاد به الزمن،
قال أتمنى أن يستفيد من أخطاء المعارض ليكون قريبا من كل الكتل السياسية ومكونات الشعب، وكأنه يستشرف أن المالكي سيعود لا رئيسا للوزراء. ليست قضية استشراف، لكن يعني هل يعني احنا هذا الكلام يعني يؤول بطريقة انه هذا امتداح او غيره؟ لا، يعني هناك اذن هناك اقرار بانه يعني وباجماع الكل ان المالكي يعني كانت فترته الوزارية يعني دموية، اكتنفتها كثير من الاخطاء، ويعني السيد العبادي استلم تركة ثقيلة منه. هذا الأمر يعني لا يزايد فيه يعني أحد. والمشروع كان أيضا كان له موقف واضح وبارز ضد تولي السيد المالكي لولاية ثالثة، لا ننسى هذا. أما أن يتم اختزال هذا المشهد كله بقضية توصيف معين وتؤول على أنها امتداح أو غيره، القضية ليست قضية مدح أو قدح اطلاقا، بقدر ما اعطاء. يعني انت اليوم موجودين خصوم ومنافسين، يجب ان تعرف وزنك وتعرف وزن الاخرين. هذه ساحه سياسيه وهذا عمل سياسي. انت هو ايضا لا يتكلم عن شخصيه عاديه، هو يتكلم اليوم بصفته الحاليه عن السيد نائب رئيس الجمهوريه. دكتور عادل، بس تصريح الشيخ الخنجر، هل يعني أنه لا يريد أن يصطدم اليوم بنائب رئيس الجمهورية؟ أنا خل أكون وياك دقيق وأكون وياك صريح، حتى ذا الكلام مالي يعني يزعل الدكتور مصطفى، بس هاي وجهة نظري أني. المالكي مسيطر على قوات الحشد في كل العراق، والحشد يرفض دخول خميس الخنجر إلى بغداد. تعتبر يعني كوجهة نظري شخصية، تقبل الصح وتقبل الخطأ، احتمال انه هذا التقرب كان يفتح المجال. ممكن هذا انتقل بيه قبل الدكتور مصطفى. دكتور مصطفى، تعتقد انه بوابة الدخول الى بغداد للسيد خميس الخنجر هي من خلال كسب رضا المالكي؟ لا اعتقد ذلك. والسيد يعني خميس الخنجر يعني صرح قال سأتواجد في بغداد في الأسابيع المقبلة، علما يعني انا اؤكد انه لا يوجد هناك مانع قانوني من ذهابه إلى بغداد وحضوره إلى بغداد. وأؤكد أن هناك اتصالات على مستويات عليا. يعني تتمنى وهل تعتقد أن المخاوف التي يحملها الكثير من سياسي السنة هي موانع قانونية بصراحة؟ لا يعني المانع القانوني اللي أقصده أن هناك حكم قضائي، لا ذكر القضب، بس القبض، هذا الموضوع يعني ما موجود، وهو يعني منتهين منه. القضية يعني مسألة وقت وترتيب بعض الأمور اللوجستية لأنه تهيئ يعني التواجد ومباشرة العمل في بغداد، العمل السياسي في بغداد. أنا أؤكد لك أن هناك يعني تواصل من شخصيات رفيعة المستوى مع الأمين العام، وترحب به ويعني تطلب منه يعني التعجيل التواجد في بغداد من كل يعني من أغلب القوى السياسية الموجودة. أما يعني تخمينات الضيف الكريم أنه يعني الحشد كذا، فإحنا يعني ما وصلتنا هكذا. لا، أكو رسائل، أكو رفض شعبي لدخول الشيخ إلى بغداد من قبل الحج الشعبي، اللي انتهموا أنه بكتها بشغلات كان قبل 2014 فهي كانت هذه التصريحات كانت، نعم هي التصريحات هاي اللي كانت موجودة. دكتور مصطفى بس اسمح لي، كان عندما أكمل حديثي يعني أسترسلك بحديثي على 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 الشيخ خميس خنجر مع التعليق ماله على السيد المالكي، كان هناك اكو وجهات او تقارب اخرى يستطيع ان يستخدمها الشيخ خميس الخنجر. الشيخ خميس الخنجر الكل مؤمنه، الكل متيقنه، الكل اصبح على يقين ما حل بمناطقنا وبمحافظاتنا السته سببها المالكي، ما سبب دخول داعش المالكي. وتصريحه بالشهر نهايه الشهر الرابع عندما قال بعد انتخابات 2014 إذا لم أعيد انتخاب الولاية الثالثة سوف تفتح أبواب جهنم العراق، وفتحت أبواب جهنم العراق. هاي كوجهة نظري، هاي الأحداث السياسية قاعد تقولها. كان يعني بودي أن الشيخ خميس الخنجر وهو شخصية له ثقله في الشارع السني،
وعلى مدار اكثر من 3 سنوات هي في 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 فتره النزوح في اقليم كردستان وقف للجميع. البعثات الدراسيه كلها تبناها هو، هذا الشيء لا ينكر، يعني هاي الشغلات اللي قام بها الشيخ هاي لا تنكر، ولكن كان بودي ان يكون هناك انفتاح بين جميع الكتل بسنيتها وشيعتها، يعني يحاول لملمتهم، يحاول يلملمت الشارع العراقي. يمكن هاي رؤيه جديده، يمكن اليوم الجميع فعلا ايقن انه لازم هاي السفينه تكون سفينه عراقيه، وانه ممكن ان تحمل على ظهرها خميس الخنجر ورافع العيساوي ونور المالكي وحيدر العبادي. اذا نفس الوجه السياسي، اذا ما تغير شيء بالعراق. عفوا دكتور عادل، اذا تسمح لي، يعني المشروع العربي يعني تبنى خطابا عراقيا وطنيا، يعني احنا اليوم حتى في المشروع العربي يعني ليس مقتصر على طائفة أو مكون معين، إلى حد اليوم تأتينا يعني هناك تواصل وهناك انتماءات حتى من أهلنا في الجنوب وموجودين أعضاء في المشروع العربي، فبالتالي المشروع منفتح على جميع القوى السياسية، لدينا رؤية للإصلاح ونعمل على تقوية الدولة وليس تقويض بنيان الدولة. هذه يعني مسألة مهمة وفق إطار التعامل مع الأمر الواقع، أنني اليوم أتعامل مع رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، نائب رئيس الجمهورية، وفق هذا الواقع أم واقع الأصلاح وفق تبديل هذه الوجوه في مرحلة مستقبلية؟ السعي إلى ذلك دكتور مصطفى. الخيار سوف يبقى خيار الشعب في من يختار في تغيير الوجوه ويختار قادته، الشعب هو الذي يختار، لكن نحن يعني نقدم الرؤية، نقدم ملاحظاتنا على يعني، واليوم الكل مجمع على أن هناك يعني أخطاء كبيرة وجسيمة شابت العملية السياسية خلال الفترات المتعاقبة موجودة، ويجب إصلاح مؤسسات الدولة. عند السياسيين الأخطاء تغتفر طاولة ومن تحت الطاولة، عند الشعب الذي ينتظر مصيبة، هل تغتفر مصيبة هذه الأخطاء؟ مصيبة. هل يمكننا العودة من جديد إلى المربع الأول مصيبة، والكلام عن فلان وعلان؟ كل شيء عند السياسي من قتل أو سرقة يغتفر، ولكن عند المواطن الفقير عندما يسرق قطيع حليب حكمت في 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 جنوب العراق ب3 سنوات من وراء قطيع حليب لأختها باقتها من المحل، المصيبة هي سرقة واحدة والقانون واحد، ولكن لماذا عند السياسي تصبح بكل كل كل الألوفات كل ليونه كل التخفيف، وعند المواطن؟ اذا الشغله شغله سياسيه، عندما نتخلص من رؤوس الفساد والسياسيين الذي كانوا سبب في دمار وويلات اهلنا سوف نرتاح، وعندما نتخلص من اتجار السوء سوف نرتاح، وعندما نتخلص من التدخلات الخارجيه اجار السوء سوف نرتاح. اجار اللي توصل بالسوق، اي جار، اي جار كان، مع كل الاحترام ما راح تقدر تتخلص منه. المهم هسه من تاثيرات، هسه تاثيرات، هسه هذه زياره السيد مقتدى الصدر للسعوديه هي كانت يعني لوقف التدخل في العمق العراقي، لوقف الانتهاكات في العمق العراقي، لوقف المقدرات والتلاعب بمقدرات الشعب العراقي، هي هاي هدفها، ويعني على يقين وكل ثقه اني يعني بنهايه هذا العام سوف او ببدايه هذا الشهر الثامن سوف تكون هناك مفاجات، كما ذكرنا قبل قليل سوف تكون مفاجات كبيره، وسيكون مع نهايه هذا العام انفراج كبير في الازمه العراقيه. نسمع ذلك منذ زمن طويل دكتور مصطفى، نسمع عن هذه الانفراجه ونسمع عن تغييرات مرتقبه ونسمع عن وصايه دوليه على العراق، وهنالك من يستبشر خيرا بنزول جنود و قوات داعمة لشكل جديد من أشكال الحكم في العراق، لكن تعتقد اليوم أنه الإدارات عموما خارج عراقية، أقصد الإدارة الأمريكية، الإدارة الإيرانية، الإدارة الإقليمية، الدول الأخرى المجاورة للعراق، هل ستسعى لبلورة كل هذه المشاريع؟ وهل هذه الفقرات التي ذكرناها الآن في برنامجنا في حلقتنا ربما اقتطعنا هذه الـ3 ثيمات، تأسيس الحكمة وتصريح السيد خميس الخنجر وزيارة السيد مقتدى الصدر إلى السعودية، هل تعتقد أنها تسير في المجرى الصحيح، أنها ضمن مجرى وإطار
ما سيمكن تحقيقه إيجابيا على أرض العراق التي ما زالت إلى الآن تخرج منها روائح الجثث والدخان وغير ذلك. يعني العراق جزء من تسوية إقليمية شاملة في المنطقة، ليس العراق بمعزل عن الآخرين. هذا الحراك السياسي من القوى السياسية الموجودة، ويعني اسمح لي أن استعير هاي اللفظة، هذا تبديل الأثواب خلينا نسميه، هو يعني استعدادا وتحسبا للعواصف السياسية القادمة. حلو دكتور مصطفى، احسن شويه من دكتور عادل. دكتور عادل الوصف مالته قاسي، يقول تدوير، واحنا نعرف التدوير شنو مع كل الاحترام. لا لا يعني لا لا يعني هو خلص، هو هذا العمل السياسي، المناورات السياسية وغيرها. يعني انا اليوم بس هي قضية يعني انه تبديل الـ يعني خلينا نسميها تبني خط معين يعني من الإسلامي إلى المدني، هذه الانتقالة يعني هي يعني ليست من السهولة بمكان أن الشعب أو المتلقي أن يتقبلها أو يقتنع بها أو تنطلي عليه. يجب أن تكون هناك ترجمة فعلية لهذه الأيديولوجيات الجديدة وهذه المشاريع السياسية. المترجم هنا مترجم جديد. فارض رأيه دكتور عادل قبل شوية تقول أكو انفراجة، المترجم هنا فارض لرأيه. اي نعم أكو، راح أنطيك طريفة يعني إذا تسمح لي الوقت بها، يعني بس على أكون بعض السياسيين وبعض الأشخاص وبعض التعليقات بعد زيارة ترامب للسعودية، فقالوا أخذ 420 مليار وطلع. فطريفة السالفة، على أكو شايب و بيته يجون علي جماعه كل فتره يقتلونه وياخذون من عنده اللي يريد، ورا ما يقتلونه ما ينطيهم، ينطينه هلقه ما ينطيه، يقتلونه وياخذون. فمات الشايب ظل ابنه، فجو علي دقوا الباب، قالت له بابا دول كانوا يجون امه، كانوا يجون على ابوك ما ينطونه يقتلونه هو الرجال بدون ما قتلوه شالهم، شالهم طاه. طب علي لقى امه تبكي، امه ليش تبكي؟ قالت له ابوك كان يذبحونه يلا ينطيهم. فقالت لهم عشان هو منطيهم عشان يقتلوني يعني، بانطيهم اسكت. فنفس الشغله، احنا خسرنا 1000 مليار من 14 سنه، 1000 مليار خسرنا، ولا كهرباء لا مي لا 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 خدمات لا، كلها ماكو. انطب طيبه قلب واحافظ على مقدرات شعبي، واحافظ على دولتي، واحافظ على ممتلكاتي، واحافظ على حريه المواطن، واحافظ على 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 شغلات كثيره. الانفراج السياسي موجود، السير في سياق خليجي، ال- 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 الانفراج موجود. العراقيين كلهم يقول لك يا ريت هذا اليوم، يقول لك احنا خسرنا 1000 مليار خساره مال العراق بال 14 سنه من 2003 لحد الان، 1000 مليار خسرنا، وكل شيء ماكو. العراق دا يرجع للخلف، خدمات ماكو، كل بنى تحتيه ماكو، كلها صفر. فقلت لك يعني شغل السعودية مع أمريكا كان ضربة معلم. إيه بس مصداقية الأمريكان معانا معروفة، يمكن دكتور مصطفى إحنا نخاف من تقلبات هذا المارد الكبير أمريكا. يعني تعاطي الدول مع العراق أو مع ملف أي دولة هو مرتهن بالمصلحة، بالمصالح التي ستتحقق لهذه الدولة من تبنيها أو معاداتها لهذه الدولة. فبالتالي أمريكا أو غيرها يعني لا يعني تبكي على العراق أو على دول الخليج على مصالحها، لا شيء أكيد. فهي يعني اليوم نرى شركة أمريكية تتبنى حماية الخط الدولي السريع في العراق، يعني وبتعاقد رسمي مع الدولة. بالتالي هي قضية مصالح، يجب أن نفهم يعني هذه المسألة، أنه يعني الدعم الدولي للعراق لأي دولة هو مرتبط بقضية مصلحة لا قضية نعم. مبدأ. نعم الدكتور مصطفى العاني القيادي في المشروع العربي، كنت ضيفي في برنامج الشعب يتغير. شكرا جزيلا شكراً لك. أيضا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور عادل القيسي، شرفنا اليوم رئيس اتحاد الصحفيين في صباح الدين، كنت معنا أيضا في هذه الحلقة. والشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين. في الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن، وأنوه بأن حق الرد مكفول لكل السادة والذوات الذين ذكرت أسماؤهم في هذه الحلقة. إلى اللقاء.